نرحب بحضراتكم معنا مرة تانية بعد ما تابعنا التقرير اللي بنتابع من خلاله أهم الاجتماعات اللي قام بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة. نرجع لمتابعة أخبارنا، وطبعا بالتأكيد عارفين واتكلمنا كتير على القمة المهمة اللي هتستضيفها شرم الشيخ إن شاء الله في شهر نوفمبر، قمة المناخ العالمية. وفي الإطار ده طبعا في تحضيرات واستعدادات وكل الوزارات شغالة في هذا الملف، لكن الجديد اللي هقول لحضراتكم إنه في مؤتمر قمة المناخ في دراسة وتحضير فعلي على الأرض، إنه يبقى ملف المية ومشكلة وأزمة المية مش بس الحقيقة يعني لينا إحنا، لكن أزمة المية في العالم كله. لما دايما بيتم التحذير إنه الحروب القادمة هي حروب مياه، وإن في شح وفي فقر مائي وفي صراعات ومشاكل متعلقة بالمية. فعلشان كده النهاردة دكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة معاها دكتور محمد عبد العاطي وزير الري عملوا اجتماع علشان أولا يناقشوا التجهيزات المتعلقة بالإعداد للمؤتمر وجناح المياه. ده جناح هيقام على هامش المؤتمر ان شاء الله. ففي تفاصيل بقى متعلقه بانه الملف ده يبقى فيه طبعا قضايا المياه في فعاليات المؤتمر تكون حاضره وتكون موجوده، دراسه لهذه الازمه واسبابها وكيفيه التعامل معها. نفهم تفاصيل اكتر معانا على تليفون باشمهندس محمد غانم المتحدث باسم وزاره الموارد المائيه والري. مساء الخير يا باشمهندس. مساء النور يا فندم. اهلا وسهلا بسيادتك باشمهندس محمد. الله يخليك يا فندم. يعني ايه الرؤيه؟ يعني هنحضر ازاي وايه موضوع جناح المياه على هامش مؤتمر المناخ باذن الله؟ ايه طبيعته؟ هو طبعا احنا بنحاول من خلال هذا الجناح الخاص بالمياه ان احنا نوجه انظار العالم كله لقضيه المياه وارتباطها الكبير وتاثرها بشكل كبير بقضيه التغيرات المناخيه. نعم. طبعا ده توجه احنا بنسعى ليه، ومش احنا بس، يعني احنا سيادة الوزير من خلال لقاءات عديدة بالعديد من المسؤولين في العالم هم نفسهم عندهم نفس الشعور انه قضية المياه يجب ان توضع على رأس اجندة التغيرات المناخية والتعامل معها، لان المياه بتعتبر اكتر عنصر بيتأثر بالتغيرات المناخية بعوامل متعدده. طبعا التغيرات المناخيه هتاثر على كميات الامطار واماكن سقوطها. احنا مثلا بنشهد دوت في مصر على سبيل المثال في السيول الومضيه اللي كانت بتحصل باستمرار، ولكن احنا خلال السنوات الاخيره لقينا ان هذه السيول اصبحت اكثر تطرفا واختلافا في كمياتها وأماكن سقوطها. أيضا ارتفاع درجة الحرارة الناتج عن التغيرات المناخية بيأثر على الاحتياجات الزراعية، لأن كل طبعا ما درجة الحرارة بتزيد استهلاك النباتات من المية بتزيد. تأثير المية أيضا في منابع الأنهار بشكل عام ممكن يحصل فيها تغير في أماكن سقوط هذه الأمطار أو كمياتها. هناك أيضا تأثير آخر خاص بالتغيرات المناخية وهو ارتفاع سطح البحر واللي بينتج عنه ممكن غرق في المناطق المنخفضه زي دلتا نهر النيل اللي بتعتبر يعني احد الدلتاوات الشهيره في العالم اللي ممكن تتعرض للغرق بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر، وده بيستلزم ان احنا نعمل مشروعات لحمايه الشواطئ، ودي اللي احنا ابتدينا فيها فعلا كوزاره ري وشغالين فيها حاليا. ففعلا قضيه التغيرات المناخيه بتمس ملف المياه بشكل خطير جدا في اكثر من جانب، وعشان كده ومش مصر بس هنتكلم. ما انا عشان كده كنت باكد حتى في بدايه كلامي احد تدخل معانا انه الملف هيتعرض الازمه دي بشكل عام، يعني موضوع علمي على مستوى العالم، ايه المشاكل الاسباب، طب والعلاج كمان. بالظبط، ما هي كل دوله بتقدم غير الابحاث بتقدم تجارب ناجحه هي قدرت تتعامل وتتكيف مع التغيرات المناخيه. تمام يا زي فهم. مصر مثلا هتستخدم هذا المعرض علشان توري العالم كله حجم المجهودات اللي تم بذلها خلال السنين الماضيه سواء في مجال حمايه الشواطئ، بنتكلم على حوالي 110 كيلو عملنا لهم حمايه شواطئ، 120 كيلو ثانيه شغالين في اعمال حمايه شواطئ ليها، 1500 منشاه عملناها للحمايه من اخطار السيول، غير كده عمليه تطوير المنظومة المائية بشكل عام في مصر من خلال تأهيل الترع وتأهيل الترع ومحطات المعالجة وكل الكلام ده، الاستفادة من كل نقطة مية، ندير المنظومة بشكل أفضل بكتير عشان لما يبقى في تغيرات مناخية بتأثر على مواردنا المائية اللي هي أصلا محدودة. لو المنظومة المائية أصلا متهالكة مع كمان هذه الضغوط
والموارد الوليه اللي هتبقى فيه مشكله اكبر. ولكن لما يبقى فيه تطوير للمنظومه المائيه وبنعمل مشروعات لاعاده الاستخدام زي بحر البقر والحمام وخلافه، بيبقى عندنا مرونه اكتر للتعامل مع هذه التحديات. يعني بنقلل الاضرار اللي بتقع على مواردنا المائيه ونقدر ان شاء الله نستوفي. هنا باشمهندس محمد، هل هيكون في تواصل مع الدول المشاركه في المؤتمر ان شاء الله مع الجهات المعنيه المماثله زي وزاره الري عندنا او البيئه عندنا في هذه الدول للتعاون والتنسيق، وان يبقى الملف ده كل دوله يعني تدلو بدلوها في الموضوع ده؟ يعني قول لي برضو هل المحور ده بيتم من خلاله يعني التفكير في انه نشتغل مع يعني كل الدول اللي عندها الازمات المشابهه دي؟ هو بالفعل الحوارات ابتدت من اسبوع القاهره الرابع للمياه، ومن قبلها كمان في جميع اللقاءات والاجتماعات الدوليه، ولكن احنا ابتدينا في اسبوع القاهره الرابع للمياه في دي كانت خطوه، في اجتماعات في جلاسكو سياده الوزير ايضا شارك فيها اونلاين، وفي ان شاء الله شهر مارس القادم مصر بتشارك مع السنغال في تنظيم المنتدى العالمي الخامس للمياه، معلش ما زال سنة التاسع للمياه اللي هينعقد في دكار في السنغال، احنا بنساهم في تنظيمه. ثم اسبوع القاهره الخامس للمياه في اكتوبر القادم، وبعديها انا بس بمناسبه الاسبوع القاهره الخامس للمياه، في الخبر عندي برضو تفصيله ان الاسبوع ده هيقام تحت عنوان المياه على راس اجنده المناخ العالمي، يعني مساله التربيط والتنسيق ما بين الاحداث وان يكون الملف ده على اولويه الاهتمام. ما هو بالفعل احنا بنسعى دائما ان احنا في اي مؤتمر دولي جميع الدول المشاركه فيه سواء في مصر او في السنغال اللي هو في شهر مارس القادم او خلافه، ان احنا ناكد على هذه النقطه ونشوف كل الاراء والتجارب سواء تجاربنا كمصر او تجارب اي دول ثانيه، بنتبادل الاراء والافكار، وفي النهايه كل هذه التوصيات سيتم رفعها الى مؤتمر مراجعه منتصف المده دوت هينعقد في واشنطن في مارس من عام 2023، بحيث انه بنجمع كل الاراء والافكار من جميع الدول وبالذات من الدول الافريقيه، لانه في المنتدى القادم اللي هو في مارس اللي مصر بتساهم في تنفيذه وتنظيمه في دكار في السنغال، الهدف ان احنا بنعرض تجارب افريقيه ومشاكل افريقيه واقتراحات لحلولها. ايضا في الاسبوع الخامس مصر يعني بتقوم بنفس هذا الدور، احنا السنه دي ان شاء الله في نوفمبر مصر بتستضيف مؤتمر المناخ ممثله عن القاره الافريقيه، فدي كلها فرص لينا ان احنا نعرض مشاكل افريقيا وايه اقتراحات حلولها وايه الحلول اللي تمت في الدول الثانيه وازاي نقدر نستفيد بيها وازاي ان احنا نعرض تجاربنا احنا الناجحه كمصر في مجال اداره الموارد المائيه لاي دوله تستفيد بيها واحنا مستعدين ان احنا نساعد فيها. فعمليه التعاون وتبادل الرؤى بالفعل بين الدول في قطاع الميه شيء مهم جدا لمواجهه التحديات المائيه اللي دول كتيره من العالم بتواجهها وارتباطها بالتغيرات المناخيه. عظيم، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا طبعا على كل التفاصيل دي، باشمهندس محمد غانم المتحدث باسم وزاره الموارد المائيه والري.